دكتورة حورية توفيق مجاهد، أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، وتخصصي فكر سياسي ونظم إفريقية. أول حقيقة أنا معجبة جدا بالمؤتمر في موضوعه وفي توقيته، لأنه اهتم بموضوع الإرهاب واهتم بالعلاقات العربية الإفريقية، وكلاهم بيطرح نفسه على الساحة بشدة. فأنا الحقيقة معجبة جدا ومعجبة بالاهتمام بالاتجاهات الأصولية في كافة أشكالها وجوانبها، وليس الاقتصار على دين معين.